بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله عن إزاي نكريت أو إزاي نبدأ نتعامل مع النصوص إن بايثون. عايزين نحط كده مجموعة، عايزين نمشي كده في خطين علشان تبدأ تتعامل مع أو تعرف نص في بايثون. كل اللي أنت محتاجه إنك تستخدم حاجة من 3 حاجات: يا اما تحط النص بتاعك ما بين سنجل كوتس زي كده علي، او انك تحط النص بتاعك ما بين دبل كوتس زي كده، او انك تحط النص بتاعك ما بين تريبل كوتس، يعني 3 حاجات. طيب، وخلينا نكتب هنا ان مثلا انا هكتب نص طويل شوية. اوف الله، the most gracious, most merciful. تمام، حلو. ودي برضو حتى دي مش ماشي. خلينا نقول انا برضو ايه، هروح ناسخها كلها مرة تاني باستثناء الشوية الحلوين دول، هاخدهم بكوبي وانزل انتر واروح اعمل بيست واروح حاطط الـ3 كودز. على ما اظن كده انت استكشفت انا عايز اعمل ايه بالظبط. علشان تدرج نص او علشان تقدر تعرف متغير من الكلاس اس تي ار، محتاج انك تسبك النص بتاعك اما بسنجل كوت يا اما بدبل كوت يا اما بتريبل كوت. طيب، خلينا ناخد الاول 2 اللي هي السنجل كوت والدبل كوت، اللي هي الاولى والتانية. السنجل كوت والدبل كوت الاثنين تماما بيساووا بعض. خلينا اعمل كده كنترول اس. لو انا قلت لك دلوقتي امر اخراج برنت، هنشوف مع بعض كده برنت الاكس، تمام، هقول له ماشي. خلينا كفايه كده برنت اكس، شوف هو هيحاول يطلع لي ايه. هيطلع لي كلمه، طلع ليش حاجة. انا اكس بتساوي عالية، انا محفظتش كنترول اس. هنعمل مرة تانية. اهو طلع لي كلمة عالية. طيب، لو شلت الاكس بتاعتي وكتبت كلمة واي وعملت كنترول اس وعملت ران وديباج مرة تانية، فالمرة التانية المفروض انه يطلع لي الاسم التاني. فكده ما بيكونش في اي فروق ما بين الاثنين تماما، السنجل كوت او الدبل كوت. طيب، ايه بقى التالتة اللي هي انت عامل تريبل دبل كوت؟ يعني انت عامل 3 نقط بس، او عاملهم تريبل، عامل 3 نقط، الـ3 كوتس دول عاملهم من نوع دبل. اللي انا عايز اقوله لك ان التريبل كوت سواء كان سنجل او دبل، يعني لو كانت 3 كوتات مفرد او 3 كوتات دبل زي ما انا عاملها في المتغير ذات دي، انت بتستخدمها علشان التالي. وانا متاكد انك هتفهم لما انا اشغل الكود، هتشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. دي بتاعت مالتي لاين. انا وقفت فوق عند كلمه ميرسي فول، فهو وقف فوق عند كلمه ميرسي فول وابتدى بان وراح نازل لك ان. يعني الامر ده بيحاول يمشي بالظبط زي ما انت كنت كاتب في النص بتاعك. لو انت كنت عايز بايثون تكتب بنفس الطريقه، اقصد في الوايت سبيسنج والانترز والكلام ده، يبقى استخدم السنجل، لا انا استخدم التريبل سنجل كوت او دبل كوت. يعني ايه؟ يعني انا مستخدم سنجل كوت فوق 3 مرات، ممكن استخدم 3 تريبل كوت مع بعض، 3 بس سنجل كوت بدل ما يكونوا دبل، واعمل كنترول اس. ولو عملت ران دلوقتي مش هتلاقي في فرق ما بين الاثنين، لان الاثنين المفروض يقوموا بنفس الدور، وده اللي حصل بالظبط. هتشاف هو سايب لك المسافه الاولانيه، علشان انت سايب المسافه الاولانيه ما بين الفاصله اخر الكلام ده. يعني هو بيعمل زي ما انت عامل بالظبط. تمام، اخر نقطه هضيفها في حلقه النهارده، لو انا كنت عاوز احط الكوت جوه النص بتاعي اكشولي، فساعتها علشان كده كنت بقول لك هم مستخدمين ليه الكوتس دول. يعني انت مستخدم هنا 3 سنجل كوتس، عايز تخلي لفظ الجلاله ياخد الكوتيشن. طب بالنسبه لك انك ممكن تحط جوه منه حاجه غير اللي انت مستخدمها. انت مستخدم هنا سنجل، يبقى تحط فوق دبل. ادي دي سنجل، تحط دبل وتحط دبل عند الناحيه الثانيه وتعمل بقى كنترول اس. فساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان لفظ الجلاله ها واخد الدبل كوتس.
ده معناه انك عايز تحط كوتيشن جوه نص انت عامل له كوتيشن، فبتضطر علشان تطلع النتيجه دي انك تغير عن الميثود اللي انت مستخدمها او الاوبريتور او عموما يعني الادوات بتاعه تعريف النصوص بتاعك. لو انت كنت مستخدم سنجل يبقى جوه دبل، لو انت مستخدم بره دبل يبقى جوه سنجل، وهكذا. يا رب اكون وفقت في عرض المحتوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.